المنتخب قال لك تصفيه كاس العالم الكوره كانت بتخش. ايوه ايوه ايه، ما لو اتفضلي استنى شويه. اتفضلي. لا اتفضلي اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين جميعا، وشكرا للاهتمام والحضور. محاضره النهارده ارجو انها تبقى مفيده ان شاء الله، هي عن امكانيه استطلاع اوائل الاشهر العربيه واهم مصطلحات الرؤيه الفلكيه. أحب أعرفكم على نفسي، أنا دكتورة ماجدة محب الدين من معمل بحوث الشمس والفضاء، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. الأشهر العربية الحقيقة دايماً محل جدل، ومحل رصدها بالذات محل جدل ومحل نقاش بالنسبة للناس كلها. الأشهر العربية معروفة من قبل الإسلام طبعاً لأنها أشهر قمرية وتتبع حركة القمر حوالين الأرض، وبالتالي كان العرب قبل الإسلام برضو بيتعاملوا مع الأشهر العربية سواء في الزراعة، في الحصاد، في الأشهر الحرم، في الحج اللي هو اللي كان موجود ساعتها برضو. ربنا خص علم الفلك في القرآن الكريم من الآيات لحث الإنسان على دراسة الفلك، دراسة الكواكب، الشمس والقمر وحركتها، وكمان أكد على الحساب. دايما ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بيبين لنا ان الحاجات دي ليها نظام وليها ناموس وليها حساب، لازم الانسان يتعلمه عشان يعرف الحساب وعدد السنين، والايات كتيره جدا على الموضوع ده. من ضمن الايات المهمه جدا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، صدق الله العظيم. يعني إذن القمر حركته ومنازله مذكورة في القرآن في عدة مواضع من القرآن. نشوف بقى أهمية الأشهر العربية بالنسبة بعد الإسلام. طبعا بقى اسمها الأشهر الهجرية، لا القمرية ولا العبرية، العربية بقت الأشهر الهجرية. وبدايات الأشهر الهجرية مهمة جدا. لو ناخد بالنا ان احنا اركان الاسلام الخمسه اربعه منهم بيعتمدوا على الاشهر الهجريه، هي شهاده ان لا اله الا الله، وبقيه الاربع اركان كلها تعتمد على بدايات، سواء بقى الصيام، سواء الحج، سواء الزكاه، كل الامور الشرعيه تتعلق غالبا ببدايات الشهور الهجريه، تحديد الحج، تحديد وقت الزكاه، العده بتاعه الزواج، العده بتاعه يعني بعد الوفاة أو التوقف، أمور شرعية كتيرة تعتمد على رؤية أو بدايات الشهور الهجرية. ننظر نظرة سريعة على أطوار القمر. إحنا عارفين إن القمر ده تابع للأرض، هو لو واضح هو بيلف حوالين الأرض طبعا، والاتنين بيلفوا أمام الشمس. نتيجة هذا الدوران بنشوف القمر بأشكال مختلفة زي ما احنا شايفين كده. دايما إضاءة الشمس على سطح القمر وانعكاس هذه الإضاءة على الأرض لينا كراصدين بتختلف، وبيختلف شكل القمر وطوره، وبناء عليه نقدر نحدد بداية الأشهر العربية. لسه في معلومة كمان، الحسابات دي، الحسابات بتاعت دوران القمر، الحسابات بتاعت حسابات أطوار القمر ورؤية الهلال، هل هي مظبوطة؟ هل يمكن الاعتماد عليها؟ يمكن الاعتماد عليها، قطعا الاعتماد عليها. حسابات المد نلاقيها تمام، بس حسابات الفصول وبداياتها ونهايتها ثابتة، حسابات كامل. تعامد الشمس في مواقيت ثابتة
وصحيحه 100%، ولا لا زي ما احنا شايفين ان كل الظواهر الطبيعيه اللي انا بذكرها قدامكم، سواء كانت الخسوف، الكسوف، المد والجزر، عبور الكواكب الداخليه امام الشمس، شروق وغروب بعض الكواكب والنجوم، بنحسبها بالظبط لدرجه ان في حاجات بنحسبها بالقرون، يعني ازاي عبور عطارد ده بيحدث 13 مره في القرن واحنا عارفين هيحصلوا امتى، الساعه كام بالتحديد، باجزاء من الثانيه كام. طيب يبقى اذا الشمس على الجزء المرئي من القمر بيخلينا نشوف شكل مختلف على مدار الشهر اللي هو تقريبا 29.5 يوم، على مدار الشهر بنلاقي اشكال مختلفه، بتبدا من المحاق ويبقى بعدها الهلال وهكذا، التربيع الاول، الاحدب الاخير، التربيع الثاني، وهلال نهايه الشهر، يبقى بيبتدي بالمحاق ويرجع يخلص ثاني للمحاق. طيب هل القمر بيشرق ويغرب مع الشمس؟ لا طبعا، على هو موقعه فين، شروق وغروبه بتفرق حوالي 12 ساعة، وقت يغرب مع الشمس، وقت يغرب قبل الشمس، وقت يشرق بعد الشمس، وهكذا. ممكن يبقى في اختلافات لشروق وغروب القمر ملهاش علاقة بغروب وشروق الشمس. ده ناتج من ايه؟ زي ما احنا شايفين الرسمة اللي قدامنا دي، الأرض ليها محور دوران مختلف، الشمس والأرض والقمر مش على سطح واحد أو على مستوى واحد في الدوران، وبالتالي الميل دوت بيخلق الاختلاف دوت في شكل القمر وشكل استضاءة القمر من الشمس. تعالوا نشوف كده المصطلحات اللي الإنسان لازم يبقى عارفها قبل ما يبتدي يتكلم على رؤية الهلال. أنا المفروض أعرف إيه عشان أروح أدور على القمر؟ أولا موقع، هو موقعه فين، هيشرق منين عشان أعرف أشوفه. طيب عرفت هو بيشرق منين، اللي هو الموقع بتاعه بتاع الشروق، لازم أعرف حاجة اسمها الاستطالة. الاستطالة البعد بالدرجات ما بين الشمس والقمر كما يرى من على الأرض. الاستطالة في ناس بتحسبها على إن الأرض والقمر سوري القمر والشمس نقطتين، وفي ناس بتحسبها على إنها كرة، من دي كرة ودي كرة، اللي هي الشمس كرة والقمر كرة، ويبتدوا يحسبوا من الموقع الجغرافي. إنما في كلتا الحالتين إحنا بنحسب المركز البعد بالدرجات بين مركز القمر وبين الشمس. المصطلح الثاني السمت، معرفش واضحة في الصورة، السمت بيحدد الشمال هو نقطة صفر، وبنبتدي نحسب بالدرجات جهة الغرب قد إيه، يعني الجنوب 180 درجة، الغرب 270 درجة، بنبتدي نمشي على الدايرة ديت، وهو فرق السمت بين الشمس والقمر. طيب الحاجة الثانية المكث، ودي أهم حاجة الحقيقة من الحاجات اللي إحنا لازم نعرفها، فترة بقاء الهلال على الأفق بعد غروب الشمس. فترة بقاء الهلال على الأفق بعد غروب الشمس، يعني لو الشمس هتغرب الساعة 6 والقمر هيغرب الساعة 6:30، يبقى فترة المكث هي نص ساعة. طيب لو ناخد بالنا الهلال ليه سمك كده، المنطقة المضيئة بتاعته ليها سمك، دوت برضو لازم نبقى عارفينها لانها بتتقاس بالدرجات. طيب طول قوس الهلال ده، كل الحاجات دي اللي احنا بنقولها بتحدد ايه؟ بتحدد انا هقدر اشوفه ولا لا. يعني لو كان سمك الهلال عريض هقدر اشوفه، لو طول الهلال نفسه طويل واضاءته كويسه هقدر اشوفه كويس، مده بقائه على الافق كويسه هقدر اشوفه كويس، الاستطاله بتاعته انا اقدر احسبها واضحه يبقى هقدر اشوفه كويس. يبقى اذا دي الادوات اللي انا لازم اتسلح بيها قبل ما اروح اشوف الهلال او استطلع. طيب احنا ليه مش بنشوف الهلال يعني لو نص دايره او هلال، ليه مش بنشوفه كانه دايره؟ لان اطراف الهلال
مش ملت الاستضاءة لأن أطرافه ممكن ما يوصلهاش الشمس أو إضاءة الشمس، ضوء الشمس بشكل كويس عند الحواف بالذات يعني، لأن هو الهلال بتبقى إضاءته كمان ضعيفة جدا. نيجي للعوامل المؤثرة في الرؤية. أولا أنا موقعي فين؟ أنا في مكان العوامل المناخية بتاعته كويسة ولا العوامل المناخية مش يعني في مية، في بخار مية، في أتربة في الجو، في جبال منعة، في حاجة كده. لازم أبقى عارف زي ما قلت زوايا الاستطالة القمر، زوايا الارتفاع والاستطالة. لازم أبقى متأكد إن أنا في مكان أصبح فيه هذه الرؤية. وقلنا زي ما قلت قبل كده ان كل ما زادت استطالة القمر عن الشمس زادت نسبة اضاءته، وبالتالي تتحسن امكانية رؤية الهلال. طيب ده يرجعنا للموضوع الاولاني. انا دلوقتي عرفت ان المواعيد، عرفت المكان، عرفت كل الظروف المناخية المناسبة والجغرافية المناسبة، عرفت كل الدرجات، وده كله بيتحسب، كله بيتحسب وليها معادلات للحساب وشديدة الدقة. لازم أعرف بعد كده حاجة تانية. أنا في مرحلة من مراحل ظهور القمر اسمها المحاق. المحاق ده زي ما احنا شايفين عندما تكون الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة. طب إيه بقى؟ أنا كده دي بداية الشهر، دي لسه الاقتران. التلاتة على خط مستقيم واحد. القمر بيحجب عننا ضوء الشمس تماما لأنه بيبقى قدامها بشكل مباشر، وبالتالي أنا شايف حاجة سودة حاجبة الشمس، ده اسمه المحاق. طيب المرحلة اللي بعد كده ولادة الهلال. بعد الاستقامة دي ما تخلص ويتحرك القمر بعد هذه الاستقامة بيظهر قوس النور على طرفه الأسفل، وبذلك يكون مولد الهلال ويبدأ الشهر الجديد. يبقى احنا كده عرفنا الحاجات اللي بتحكم ان انا ازاي اقدر اروح اشوف بداية الشهر العربي. عندي نقطتين مهمين، موعد الاقتران وموعد الولادة اللي هو المحاق والهلال. طيب ما اروحش اشوف الهلال بقى واقول انا مش هشوفه. لو كان وصل إلى مرحلة المحاق قبل غروب الشمس، يبقى إذن الاستقامة لسه، يعني الخروج عن الاستقامة دي لسه هتاخد وقت. يبقى أنا هبحث عن الهلال إزاي؟ يبقى لو ما كانش مرحلة المحاق دي حصلت قبل غروب الشمس ممكن، لكن لو قبل غروب الشمس مباشرة لا مش هقدر أشوفه، وبالتالي يتمم الشهر وخلاص أنا مش هقدر أرصد الهلال. إيه الشرط؟ أن يغرب القمر بعد غروب الشمس مباشرة. طيب بعد غروب الشمس، الشمس بيبقى الأفق يعني مليان إضاءة حمراء اللي هي الشفق بتاعت الشمس، وبالتالي إن ولد الهلال في هذا الوقت لن نستطيع رؤيته أصلا، وبالتالي بنقول إن لم تتم الرؤية ويتمم الشهر. حالات ما ينفعش حد يجي يقول لي والله انا شفت الهلال، هقول له معلش ترد شهادتك. ايه هي الحالات ديت؟ الحقيقه اللي انا بقوله ده كلام يعني بسيط، و يعني بحاول اجمع المعلومه بشكل مبسط عشان الناس دايما في حاله نقاش وفي حاله جدل، احنا بنشوف ليه، احنا ما بنشوفش ليه، طب هم خدوا القرار ده بناء على ايه. فدي معلومات تبقى عندنا بس كده عشان نقدر نبقى فاهمين ليه بنقول اتمم الشهر، ليه بنقول ما شفناش، ليه احيانا ما بيتاخدش الرأي الفلكي. المعهد عندنا الحقيقه بيعمل مجهود كبير جدا ان هو بيبعت دايما لجان لتقصي الهلال، وكلنا عندنا القواعد الاساسيه امتى نقدر نشوفه امتى ما نقدرش نشوفه، بيبقى عندنا الحجه الكامله لده. طيب ايه الحالات القاطعة ان انا ما اقدرش اقول ان انا شفت
بأي حال من الأحوال، أولاً أن يغرب القمر قبل الشمس، المكث بتاعه سالب في جميع البلاد العربية والإسلامية، كده تستحيل الرؤية، ويحكم فيها ويحكم فيها بإكمال عدة الشهر، لأنه غرب قبل غروب الشمس. حالة تانية، غرب بعد غروب الشمس، وبنسمي المكث في هذه الحالة موجب. طبعاً المكث ده بيعتمد على موقعك الجغرافي، أنت فين بالظبط، وبالتالي ممكن أنا تبقى فترة المكث عندي موجبة صحيح ولكنها قليلة لا تسمح باختفاء الشفق ولا تسمح لي بالرؤية، لكن عند بلد تانية ممكن يبقى المكث الموجب عندها يسمح فترة المكث تبقى طويلة وتسمح، وبالتالي بيؤخذ برأي أي شاهد عدل في هذه الحالة من بلد إسلامي يشترك معنا في جزء من الليل. الحالة التالتة، أن يأتي ميلاد القمر أو اقترانه بعد اقترانه، احنا اتفقنا اللي هو بعد غروب الشمس، يبقى أن الدورة الفلكية أصلا لم تبدأ، وبالتالي أنا مش هشوف الليل. الحالة أن تغرب الشمس كاسفة، وما يعني أن حالة الاقتران تتم أثناء غروب الشمس، وطبعا دي حالة قاطعة لا يمكن فيها رؤية الهلال ولا أثر حتى. ألف شكر، وأرجو أن المحاضرة تكون جميلة، وأنا الحقيقة أن المعهد القومي للبحوث الفلكية زي ما قلت بيبذل جهد دايما في نشر الثقافة الفلكية، وبالذات في المواضيع اللي هي تخص رصد الهلال وكده، لينا دايما باع طويل مع دار الإفتاء، وفي دايما مشروع معاهم عشان رصد الهلال والوصول دايما للنتائج المرضية. ألف شكرا. شكرا دكتورة ماجدة، شكرا جدا، محاضرة يعني بجد رائعة ومفيدة، ونفتح باب الأسئلة. أنا شايفة بعد إذنك دكتور محمد الخميسي رافع إيده. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتورة ماجدة على المحاضرة القيمة والرائعة. أنا بس عندي سؤال وطلب، هل في إمكانية للحصول على المحاضرة دي تكست؟ السؤال بقى طبعا أبعتها لحضرتك. حاضر يا فندم، شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك حضرتك. طبعا المكس نقطة مهمة جدا، من أهم النقاط في الرؤية طبعا، وحضرتك قلت لو المكس موجب يبقى يكفي شهادة عدل في أي دولة إسلامية لثبوت الشهر. لو لو هو بالفعل عنده فترة مكث تسمح بالرؤية، لأن زي ما حضرتك عارف احنا بس عايزين نخش في التفاصيل ليها وقت محدد اللي هي تسمح بالرؤية، وبتسمح كمان ان يكون الشفق، وطبعا مدى شفافية الغلاف الجوي، وهل تقدر تشوف ولا لا، يعني هي ليها طبعا ضوابط. طبعا لو حد شاف وانا متأكدة ان عنده مكث موجب يسمح خلاص. الحالة الثانية اللي هو لو مكس سالب وحد جاء قال لي أنا شفت، لا إيه، لا 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 أنا فاهم الدكتورة، لا أنا بسير بس النقطة علشان الناس تسمع، علشان دي فيها لغط ضخم جدا. بالضبط بالضبط. في حد طلع علينا وقال إن أقل مكس يمكن رؤية الهلال فيه 25 دقيقة، أقل من 25 دقيقة أنا مش هاخد بالشهادة، في أحد العلماء قال كده بس. والله والله حتى لو قال أنا معاه جدا واحترم رأيه جدا، ولكن بشروط مكان الرؤية، يعني حضرتك عندك الشمس غربت كفاية خلاص، مفيش، أنت شفافية الغلاف الجوي عندك واضحة، مفيش أتربة، مفيش بخار مية، يعني ما دي كلها يعني مش بس الوقت، ما هو ممكن في أقل من كده وتشوف. أيوة. يعني لو هل أقصد إحنا نقدر نحط شرط لزمن المكس، ولا نسيبه مفتوح حسب الفصول الأربعة وموقع الرؤية بشفافية الغلاف الجوي؟ بالضبط، لأن الرؤية في الآخر، لأن الرؤية في الآخر بالعين المجردة يا دكتور خميسي هتعتمد على عيني وعينك، ما إحنا بنعتمد على أشخاص كمان، يعني بالإضافة للغلاف الجوي أو بالإضافة للظروف المناخية أنا هعتمد كمان على الشخص. ما في ناس فعلا رؤيتهم ما شاء الله يعني بيقدر يشوف كويس جدا، هحكمها ازاي دي؟ افرض هو شايف كويس، هذا هو يتحمل. صحيح. شكرا جزيلا دكتور. عفوا.
السلام عليكم، انا عندي سؤال من فضلك. اتفضل. دلوقتي لو تاكدت الرؤيه او حد شاف في اي بلد عربي اسلامي فانا ممكن اخد بيها، لو انا عارف من الحسابات ان هم يقدروا ان في مكسفات المكس. ماذا عن البلاد الاوروبيه؟ هل ده ينطبق عليهم؟ احنا دلوقتي ما بنتكلمش معاهم. بص، هي المساله مش بلاد اسلاميه او غير اسلاميه، النقطه مش في كده خالص. احنا دلوقتي بنتكلم من منطلق جغرافي بحت. هي يعني من كده ان الدول الاسلاميه كلها بتشارك في جزء من الليل ومعظمها يجوز عليهم تطبيق الكلام ده. الدول الثانيه انت فوق الجغرافي خالص. اطوار القمر يعني بالنسبه سواء الموكس او كده مختلف هم يعني، لكن لو في جزء منهم بيشترك معانا في جزء من الليل الكلام ينطبق عليهم معايا، مفيش مشكله. الموضوع مش بلاد اوروبيه او بلاد اسلاميه، المهم هل احنا بنشترك في جزء من الليل وينفع نطبق الكلام ده ولا ما ينفعش؟ بس عشان اقدر اقول ان انت عندك، طب افرض انت عندك الموكس اقل من عندي وانت دوله اوروبيه، ما لا ما ينفعش. إذا الموضوع ملوش علاقة بدولة أوروبية أو دولة عربية، له علاقة لا. طيب السؤال الثاني، أنا عارف إنه في لغط كتير حوالين ده. واضح من الكلام إنه كل حاجة محسوبة بدقة شديدة جدا، وفي إثباتات قوية جدا على الحسابات دي. ليه ما عندناش نظام موحد في جميع البلاد الإسلامية بيقول الكلام ده؟ هل دي مشكلة صعب تحقيقها ولا الأسباب الفنية اللي مخليها مفيش كده؟ الحقيقة هو سؤال رائع وواقف قدام يعني معظم العلماء، يعني إن ليه الناس ما بتجتمعش طالما الأمور واضحة وفي دايما خلافات، مش خلافات يعني عدم وضوح للصورة ما بين بعض الناس وبعضها. وطبعا يعني الدنيا بيبقى فيها تداخل ما بين الرأي والرأي الآخر، بس هو في مساعي دايما، يعني في مساعي دايما بين الاتحادات الفلكية وبين المؤسسات الفرعية لتوحيد. ودلوقتي الدنيا ماشية كده، يعني فضيلة المفتي دايما بياخد بالرأي وبيدرسه، وهو كمان اللي مسؤول عن المشروع بتاع رؤية الأهلة واللجنة اللي بتطلع وبيتم طرحها ونقاشها، وبناء عليه بياخد القرار اللي حتى دلوقتي ما عادش يعني في كلام هو فلكي ولا شرعي ولا احنا هناخد بالرؤيه لايه، لا بقى في منطق رد ووضوح تام لما هو الاستخدام الصحيح للرؤيه بتاعتنا. ممكن توضح دلوقتي. شكرا جزيلا، شكرا على المحاضره الشيقه. شكرا لدكتور. شكرا. اضيف تعليق على سؤال الاستاذ عاصم لو اذنتوا لي بعد اذنهم. اتفضل. الاختلاف بين الدول العربية ده أساسه اثنين، أو يعني ده بالاحتكاك أو بالتجربة اللي أنا شفته. يعني أولا المذاهب الشرعية والفقهية المختلفة بين البلدان وأخرى دي بتعمل جزء من الخلاف، وكل على مذهبه يعني. ثانيا في خلاف فعلا بين علماء الفلك في بعض الثوابت أو الأمور اللي احنا نثبت بيها وجود الهلال او عدمه، يعني اللي هو ينطبق تماما مع عنوان المحاضره بتاع الدكتور مجدي، ان هو ايه، ان مثلا زي نقطه زي الموكس او الاستطاله او الارتفاع، انا هاخد كام درجه علشان اثبت ده موجود. في بعض العلماء يقول لك لو الاستطاله اقل من حد معين انا لا يمكن اخذ بشهاده الرؤيه، لو الموكس اقل من عدد وقت معين انا لا يمكن اخذ بشهاده الرؤيه. هي دي المشكله الاساسيه في الخلاف بين علماء الفلك. نعم علماء الدين خلاص الموضوع بتاعهم منتهي وهم عندهم حدود. علماء الفلك وحصل مؤتمرات اكثر من مؤتمر بين علماء الفلك علشان يحددوا ظروف معينه، ارقام معينه للثوابت دي والمصطلحات الفلكيه اللي ذكرت في المحاضره، الا ان الى الحين ما فيش توحيد بين علماء الفلك من بلد لاخر. كل واحد بياخد فتره موكس معينه، زاويه استطاله معينه، ارقام يعني. بعد اذن حضرتك دكتور خميسي، ده في كمان حاجه اللي هي يعني دي برضو ديبيت بندخل فيه يعني برضو مش يعني الشروط او المصطلحات لو اتفقنا عليها هيبقى كل، حتى لو انا انت شفته في مصر مثلا وانا بتكلم فيها متفقين فيها بارقام واحده هنصدق بعض بالظبط، انما هي يعني ممكن يحصل فيه رؤيه في اي طرف من اطراف الوطن العربي واللي في المنتصف او الطرف الاخر ما ياخدش للاسف. تمام.
تمام فعلا الحقيقه. شكرا شكرا على الاجابه، بس الحقيقه الاجابه دي غريبه جدا بالنسبه لي يعني. شكرا جزيلا على التوضيح. اللي انا كنت متصور الاربعه متفقين على 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 المنطق يعني، من الخلاف يكون علمي دي حاجه اغرب، لانه الحاجات العلميه على حسب معلومات البسيطه متواضعه ان هي ستلد يعني، الحاجات دي مسبوته بالرياضه وليها اساس علمي واضح. فالغريب ان لسه في اختلاف عليها، اتمنى ان ده يروح ان شاء الله بالجدال العلمي يعني. شكرا جزيلا. يا فندم ما اقصدش الحسابات العلميه واضحه وثابته بين العلماء كلهم، هي مشكله فين؟ فتره الموكس مثلا على سبيل المثال هي دي اكتر نقطه بيبقى فيها خلاف كبير. فتره الموكس زي ما الدكتوره ماجده وضحت في المحاضره، اللي هو وقت موكس الهلال بعد غروب الشمس، يعني الشمس هيفضل القمر او الهلال هيظل في الافق بعد غروب الشمس وقت قد ايه. هي المشكله فين؟ ان في بعض الناس كان في مؤتمر اسطنبول قالوا 8 دقائق، وكان كل الناس واخدين على 8 دقائق. اصبح في ناس لما تيجي ترصد الرؤيه لقوا 8 دقائق مش كافيه، او هم يعني مثلا في موكس 20 دقيقه وهم ما شافوش، قالوا ذاكرت 8 دقائق ازاي؟ بالظبط دي حصلت معانا فعلا. انا حصلت معايا اكتر من مره، وكان في فتره موكس مثلا 40 دقيقه وانا ما شفتش، كان الغلاف الجو عندي مش مناسب. انما نعرف اعرف ناس شافهم على 4 دقائق فقط، بس في الشتاء طبعا مش ما ينفعش في الصيف بالمعلومه. بالظبط 4 دقائق وشافوا رؤيه. علشان كده هي دي المشكله الاساسيه، دي مش في الحسابات، الحسابات واضحه وصريحه ومفيش فيها خلاف تماما. هي المشكله انها هتاخد بالحسبه دي ولا لا. هو المفروض يا دكتور ما يبقاش في غير القوانين الثابته بشروطها، يعني انا ما ينفعش اقول ان لو مش كده ما تشوفش او انا مش هقبل شهادتك. لازم يتوضع في الحسبان الظروف الاخرى، الظروف المناخيه، ظروف الموقع، الموسم اللي احنا بنرصد فيه وهكذا. لكن الوقت ده بيعتمد على شخصيه الراصد والمكان اللي هو بيرصد منه يعني. وعدله صحيح. حضرتك ما انت حطيت نقطه ممتازه جدا، اذا كان الموكس موجب تؤخذ الشهاده خلاص والموضوع منتهي، وكل واحد بضميره بقى وذمته يعني. اصل مش أيوة. واحد قال له ايش بس انا بشتكي لحسن. الو خميس. ايوه يا دكتوره حضرتك معانا؟ انا ايوه موجود يا فندم. طيب انا بس بقول لحضرتك انا مش بفتي، انا قلت محاضره بس مش بفتي. لا شرط ممتاز جدا ومهم جدا والله يعني. هو فعلا اذا لو الشرط ده اتاخد بيه في كل البلدان العربيه هنفتح كلنا، اذا كان الموكس موجب تؤخذ الشهاده. شكرا بالظبط كده خالص يعني، فعلا نقطه مهمه جدا ومريحه للجميع، ويا رب الناس تاخد بيها بس. يا رب. اي سؤال؟ اي سؤال ثاني دكتوره ماجده؟ حد يسال؟ حد له سؤال او استفسار؟ دكتوره ماجده حضرتك وضحتي كل شيء لدرجه ان ما بقاش فيه شيء مبهم يعني. ما شاء الله بجد. شكرا لحضرتك. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا لكم كلكم، كل سنه وانتم طيبين، والف شكر على مشاركتكم كلكم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، كتر الف خيرك. شكرا للجميع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف سلام.